دقيقة من المباراة. هذه كرة ثانية، الثاني 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 الثاني، وجول! مش ممكن إدريس لمحارسي، اشتعلت في رادس وعودة قوية للترشي. الترشي يرجع من بعيد في ظرف دقيقة يعدل ويضيف الهدف الثاني. هذا طبعا مصير الأندية الكبرى. قلت فريق الترشي غير متعود بمثل هذه الوضعية. ردة فعل تحدث عنها سيباستيان دوسابر في ندوة الخميس. التمهيد وادريس لمحيرسي يتابع الكرة في شباك رامي شريدي. مهد العكيشي وسجل ادريس لمحيرسي. لمحيرسي لسجل في ثاني مباراة بعد هدف اول في دوري المجموعات في الجولة الأولى أمام وفاق ستيف، يتمكن من التسجيل وإعطاء